أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. عدنا إليكم من جديد في قصة خيالية. فضع السماعات وسافر معنا بخيالك. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا خير الأنام. كان يحب والديه حبا كبيرا، فهو عند كل غروب كان يقف أمام البيت مستقبلا والده العائد من عمله. وذات يوم حين هبط الظلام وحل الليل، لم يرى سليم أباه عائدا وطال الانتظار. قلقت الأم وبكى الأطفال وهم يصيحون: أين أبي؟ أين أبي؟ ذرفت الأم الدموع بحرارة وخوف، فهذه أول مرة منذ تزوجت محمودا يهبط عليها الليل ويكون فيها محمود زوجها غائب عن البيت. فهمست: ما الأمر؟ أمرت الأطفال بدخول البيت وأغلقت الباب عليهم وهي تقول لهم: يا أولادي يا أحبابي، سأذهب إلى طرف الغابة لأبحث عن أبيكم، لا تبكوا ولا تخرجوا من البيت، انتظروني فقط ريثما أعود بالخبر اليقين. انطلقت الأم إلى طرف الغابة وغابت لساعات، وعادت الدموع تملأ عينيها. خيم الحزن على العائلة. فجأة تمالكت الأم نفسها فأطعمت غلمانها وأمرتهم بالنوم وهي تقول لهم: سوف يأتي أبوكم غدا إن شاء الله، قد يكون تأخر مع بعض رفاقه، ناموا أيها الأعزاء. وكيف يأتيهم النوم وقد أدركوا أن أمرا قد حدث؟ فهذه أول مرة يتأخر فيها الأب ولا ينامون تحت رعايتهم منذ أن عرفوا الحياة. الأم كلها قلق وتوتر، والأفكار الموحشة تشرق بها وتغرب. ما الذي أخرك يا محمود؟ اللهم لطفك بنا في قضائك، اللهم ارحم فتاة صغار، اللهم ارزقنا الصبر ويسر لنا، يا كريم يا حليم. وهكذا قضت الأم وهي تناجي ربها وتفكر بالذي أخر زوجها. نام الأولاد بعد أن غلبهم سلطان النوم، ومع شروق شعاع الشمس الأول استيقظت العائلة الصغيرة والكل على لسانه جملة: أين أبي؟ فعندما ارتفعت الشمس قال سليم: أمه، أريد أن أبحث عن أبي، لست صغيرا، إني أعرف الغابة جيدا، كم مرة رافقت أبي إليها، إئذني لي يا أمه. وبعد تردد وجدل قصير قالت الأم: اذهب يا ولدي، ولكن لا تتأخر، اعلم أننا في انتظارك. خرج الفتى الجافع ذو 12 عاما إلى الغابة، وبعد وقت من الزمن دخلها وسأل الحطابين عن أبي الحطاب محمود. فقال له أحدهم متفاجئا: ألم يعد والدك إلى البيت يا سليم ليلة أمس؟ لقد كان معنا نهار الأمس. بكى الفتى سليم وهو يرد على رفيق والده: لا يا عماه، لم يعد ليلة أمس، لقد بتنا بدونه يا عماه. فقال حطاب آخر: يا قوم، عندما غادرنا الغابة وقد حمل كل منا حمله، تركناه يستريح عند شجرة الجوز العالية، ظننا أنه سوف يتبعنا بعد أن تقدمناه بخطوات. ومشوا جميعهم حيث شجرة الجوز في وسط الغابة، حيث تركوا محمودا. وجدوا قربة الماء التي كان يحملها محمود، فصاح أحدهم: هذه قربته، جلس يستريح هنا ويشرب الماء، فسبقناه، هذا كيس طعامه. أما هو فأين؟ أين ذهب؟
لا تبكي يا سليم، كن رجلا، الرجال لا يبكون بسهولة. اصبر أيها الفتى، سنبحث عن والدك، فهو أخونا وصديقنا وجارنا. أعطى أحدهم سليما درهما وأمره بالعودة للبيت لتطمئن أمه عليه، وسوف يأتون إليهم ليطمئنوهم عن أبيهم. شكرهم سليم وودعهم ورجع لأمه وإخوته وقص عليهم القصة. فقالت الأم: أمر غريب. وقالت لنفسها: هل تعرضت له الوحوش بعد ابتعاد رفقه عنه؟ ولكنهم لم يجدوا بقايا جثته أو ثيابه. وفي المساء مر عليهم بعض الحطابين وأكدوا لهم اختفاء محمود العجيب. لم يدع وراءه شيئا يخبر عنه سوى تركه لقربة الماء وكيس الطعام. دفع إلى الأم بعض الدراهم وحثها على الصبر، وهو يعدها ويقول: سنبحث عنه يا أم سليم، فأمر اختفائه غريب، لا ندري ما حدث له، فقد كنا معا وجلس يستريح ويشرب الماء وتابعنا نحن العودة ظنا منا أنه خلفنا، فالأمر بيد الله. قضت العائلة ليلة أخرى موحشة. وفي صباح اليوم التالي قال سليم لأمه: أمه، لن يهدأ لي بال حتى أعرف مصير أبي. سأبحث عنه في الغابة شجرة شجرة وصخرة صخرة. أرجوك يا أمه أن تشجعيني على هذا البحث. قالت الدموع الغزيرة في عينيها: أخشى أن أخسرك أيضا يا ولدي. فقال: لا تخافي يا أمه، فالأمر كله بيد الله. لا مذاق للحياة دون أبي، أو على الأقل معرفة مصيره وما جرى معه. هيا السلام عليكم. احتضنت الأم بكل حنان وقالت: اذهب يا ولدي وابحث عن والدك الغالي وعد بوالدك، فكلنا فداء لأبيك البطل. انطلق الفتى إلى الغابة يبحث عن أبيه حتى وصل إلى شجرة الجوز الخضراء الفريهة الظلال. جلس تحتها وهو يقول: هيتها الشجرة العظيمة، لقد جلس تحتك يشرب الماء، أين ذهب أبي؟ كلميني أرجوك يا شجرة الجوز. فسمع الشجرة تقول: يا سليم، أتريد أباك؟ هل تحبه كثيرا؟ فقال: وكيف لا أحبه يا شجرة الجوز، أرشديني إليه، لقد جلس يرتاح تحت ظلك. فقالت: أبوك يا سليم ذهب للغابة المسحورة. فقال: الغابة المسحورة أين هي وكيف الوصول إليها؟ فقالت: أتريد أن تذهب إليها؟ ألا تخاف أن تسحر فيها؟ فقال بحدة وتحد: كيف أخاف وقد سبقني أبي إليها، وهل للحياة طعم دون أبي؟ فقالت الشجرة: والأيتام كيف تكون حالتهم يا سليم؟ فقال سليم: يتألمون ويحزنون، ولكنهم بقضاء ربهم رادون، فهؤلاء موقنون بموت آبائهم، أما أنا فلا، سأبحث عنه، فإن مات فسأصبر وأرضى بأمر ربي وقدره، ولكنه قلت إنه ذهب للغابة المسحورة، لم تقول لي بموته. فقالت الشجرة: أحسنت يا سليم، سأرشدك للغابة المسحورة. فقال سليم للشجرة: بارك الله فيك أيتها الجوزاء العظيمة. فقالت الجوزاء: أيها الفتى الوسيم، تسلق على جذعي واصعد حتى القمة واجلس هناك، ستمر عليك جوارح الطير، يأتيك الغراب فيسألك: ماذا تفعل هنا؟ لا تجبه، الزمي الصمت وإياك والكلام معه، وعندما يفارقك سيقول لك جملة، فاحفظها جيدا وإياك أن تنساها.
ثم يأتي بعد ذلك عصفور صغير يلقي عليك السلام ويقول لك: ماذا تفعل هنا يا فلان؟ اصمت لا ترد الكلام ولا تتكلم، وعندما يودعك سيقول لك هو الآخر جملة، فاحفظها فستنفعك في إنقاذ والدك. ثم تأتي حمامة وديعة ترحب بك وتسألك، لا تتكلم معها البتة، احفظ الجملة التي تودعك بها أيضا. بعد ذلك سيطول انتظارك يا سليم، فتحمل، ولسوف يأتيك نسر ضخم، لا تخف منه، سيحاول دفعك. فتشبث بالأغصان جيدا، إياك والسقوط أو الخوف. ثم يكلمك فاسمع منه، فإذا قال لك اركب على ظهري فلا تفعل، فإذا قالها في الثالثة قل له على بركة الله أريد أن أصل للغابة المسحورة، واركب ولا تخف. وعندما تصل إليها لا تهبط إلا على شجرة صفصاف يسكن عليها طير يقال له سلطان، سلم عليه، فإن رحب بك فأمر النسر أن يتركك عنده وهو سيخدمك. إلى اللقاء يا سليم، إلى اللقاء. صعد سليم إلى أعلى الشجرة وجلس على غصن قوي، لم يكد يلتقط أنفاسه حتى أقبلت نحوه أعداد هائلة من الطيور، حامت حوله عدة مرات ثم اختفت فجأة. وعلى أثر اختفائها ظهر غراب أسود ورفرف فوقه، ثم وقف على غصن قريب منه وهو يقول: يا أيها الفتى، ماذا تفعل على هذا الغصن العالي؟ لماذا ارتقيت لأعلى الشجرة؟ ما اسمك يا فتى؟ هل تبحث عن أبيك؟ كاد سليم أن يقول نعم، ففتح فاه، لكنه تذكر كلام الشجرة فأغلقه. فقال الغراب: نعم، إنك قادم تبحث عن أبيك ذلك الرجل. وثرثر الغراب بضعة دقائق ثم طار وهو يقول: إلى اللقاء يا فتى، لا تأكل من شجرة التفاح. فرددها سليم في نفسه مرة حتى حفظها. وبينما هو مشغول فيها رفرف فوقه عصفور صغير أزرق اللون، ألقى عليه السلام ثم وقف على غصن قريب منه وهو يقول: مرحبا بالفتى الناضج، مرحبا بمن أقبل يبحث عن أبيه. أتبحث عن أبيك يا فتى؟ هل هو مفقود حقا؟ ما أروعك وأشجعك، لماذا أنت صامت؟ ألا ترد على تحيتي؟ هل أنت أخرس؟ أنا أعرض صدقتي يا سليم. ما أجمل هذا الاسم، لابد وأن أمك تبحث عنك، لقد تأخرت عليها كثيرا، فاذهب إليها وأخبرها بما جرى لك، طمئنها على روحك ثم عد، اسمع نصيحتي. لكن الفتى سليم أصر على الصمت التزاما بنصائح شجرة الجوز. فحين يئس الطائر دار في الهواء وهو يهتف: إلى اللقاء يا سليم، لا تشم الوردة الزرقاء. ظل سليم يرددها في نفسه، وبينما هو مشغول بحفظها رفرفت حول الشجرة حمامة حمراء، ثم ألقت التحية ووقفت على غصن قريب من سليم وقالت: يا مرحبا بالفتى سليم، الفتى الذي يفتش عن أبيه، سلام عليك يا شجاع، لكن أمك المسكينة ما يدريها أنك تبحث عن أبيك على ظهر الشجرة. لقد قدمت المسكينة إلى الغابة تبحث عنك وتسأل الحطابين والصيادين، وعلى صراخها وهي تنادي: سليم سليم، حتى أخشي عليها. ونقلها الحطابون للبيت، وأنت هنا تجلس على قمة هذه الشجرة، أين اختفى والدك؟ قد يكون الحطابون قتلوه وأخفوا جثته، هل فكرت في ذلك تفكيرا جيدا؟ وفرفرت حتى أصابها اليأس، تيقنت أنها لا تستطيع دفع سليم للرد عليها، فصاحت:
الحق أنك ولد شجاع ومطيع، وقد سمعت كلام الجوزة ونفذته بدقة، شكرا لك. وكاد سليم أن يشكرها، ولكنه أطبق فمه قبل أن يهمس بكلمة واحدة. حاولت مرة أخرى ثم طارت وهي تقول: سوف نلتقي أيها الفتى في الغابة المسحورة، احذر أن تشرب العسل الأحمر فهو السم الناقع. وطارت في أعالي الفضاء حتى اختفت عن أعين سليم. شرع الفتى سليم يسترجع كلمة الطيور الثلاثة. الغراب قال لا تأكل من شجرة التفاح، والعصفور قال لا تشم الوردة الزرقاء، أما الحمامة فقالت لا تشرب من العسل الأحمر فهو السم الناقع. ثم قال لنفسه: إن شاء الله لن أنسى هذه النصائح من أجل أبي. عند المساء اقترب نسر هائل المنظر من الشجرة وخيم عليها، فحجب الشمس بجسمه وأجنحته عن سليم. شجع سليم نفسه وتشبث بشجرة بقوة، وقد حاول الطائر الجارح عدة مرات إسقاطه من قمة هذه الشجرة، فكان يضربه بجناحيه وقد مالت به الأغصان من ثقل هذا النسر وهجماته، ولكنه ثبت ثبات الأبطال وظل متعلقا بالشجرة. فلما رأى النسر شجاعته وإصراره وقف على غصن وهو يقول: لقد نجحت أيها الفتى بالامتحان ووعيت كلام الجوزاء، هل أنت حزين لفقد أبيك؟ مسكين أبوك، لو تعلم ما حل به، أكلته الطيور فقد أصبح في حواصل الطير. عد لأمك وعزها في أبيك واعتني بإخوتك، دعك من الغابة المسحورة فكلها أشرار وكلها أسحار، هل تذهب معي يا سليم؟ تكلم، لماذا لا تجيب؟ أأنت أبكم؟ ماذا أستطيع أن أفعل لك؟ قل كلمة واحدة، هل ترغب بالذهاب للغابة المسحورة؟ وهل أكلت منذ دخلت هذه الغابة؟ لا، لم تأكل. حسن، سأجلب لك طعاما لأنك جائع. لا، الأحسن أن تركب على ظهري. لا تريد، لماذا يا فتى؟ اركب على ظهري ولا تخف، لن أغتر بك. ألا تريد أن ترى أباك؟ إن أباك لم يموت، إنما أسخر منك، هيا اركب على ظهري. حينها صاح الفتى قائلا: على بركة الله، أريد أن أصل إلى الغابة المسحورة. فأطاعه النسر العملاق وأخذ سليم على ظهره، حيث أحاط الفتى ذراعيه حول عنق النسر بقوة، وحلق النسر في السماء مرتفعا في طبقة الجو دائرا في الفضاء الطلق، حتى هبط على شجرة في الغابة المسحورة. طلب النسر من سليم أن يهبط، لكن الفتى رفض قائلا: اهبط بي على شجرة الصفصاف التي يسكنها المدعو سلطان. فقال النسر: يا صاحبي، انزل واذهب إليها، فأنت فتى شجاع، وذع عنقي فقد آلمتني. لكن سليم أصر قائلا: لا أنزل إلا على تلك الشجرة. فطار النسر مجددا ثم أنزله على صفصافة أخرى، ولكن سليم لم يترك عنق النسر حتى سأل طائر الشجرة عن اسمه فرد: أنا لست بسلطان. طار النسر مجددا ودار بسليم على عدة أشجار حتى نزل على شجرة صفصف أخرى، فرد طائرها: أنا سلطان، انزل على الرحب والسعة. فحياه سليم وتخلى عن عنق النسر الضخم الذي ارتفع في الهواء واختفى. اقترب سليم من طائر شجرة الصفصاف الذي رحب به، وبعد أن أخبره سليم باسمه قال الطائر سلطان: أنت سليم، يا مرحبا، لقد عانيت، لابد أنك جائع بعد كل ما عانيته اليوم.
وصفق بجناحيه، فحضرت مجموعة من الطيور الصغيرة ذات الألوان الجميلة. طلب سلطان من الطيور جلب الطعام لسليم، فذهبت ثم عادت حاملة صواني من الجواهر مليئة بأصناف الفواكه المثيرة للشهية والروح. تناول سلطان التفاحة وقدمها لسليم قائلا: كل أيها الفتى الشجاع، إنها تفاحة طيبة فواحة العطر ذات لون حسن، ابدأ بها. لكن سليم اعتذر متذكرا نصيحة الغراب: لا تأكل من شجرة التفاح. حاول سلطان إقناعه بأروع الكلام، محركا غريزة الجوع والشهوة لدى سليم، لكن الفتى رفض بشدة. فقال سلطان: كما تشاء، يبدو أنك لا تحب التفاح، خذ هذه الموزة. وكان الطائر قد أعاد التفاح للصينية وتناول موزة، فأخذها سليم وأكلها ثم أكل أخرى. عاد سلطان ليحاول مجددا، مقدما بعض التفاح قائلا: كل نصف تفاحة، هذا التفاح أحلى من العسل المصفى. لكن سليم رفض قائلا: لا أحبه يا عزيزي. ثم قدم له سلطان خوخا فأكله سليم، ومع كل صنف يقدمه السلطان يحاول إغراءه بأكل التفاحة، حتى شبع سليم من أكل أصناف الفاكهة. أحضر له السلطان ماء زلالا فشرب حتى امتلأ جوفه. عندها قال سلطان: أهلا بك في الغابة المسحورة، لقد نفذت نصائح الشجرة بدقة، اعلم أنني الآن في خدمتك، أنت السيد وأنا الخادم. فقال: اعلم أنني بحاجة للنوم. قال الطائر: حسنا اتبعني. نزل من أعلى الصفصافة وقاد سليم إلى غرفة جميلة مليئة بالريش والمتاع، مزينة بطريقة تفتن الأنفس، وعلى سرير من البلور ألقى نفسه عليه في الغرفة. كانت أرض الغرفة من الزجاج الشفاف، وتحتها يجري الماء بلطف. فقال الطائر: نم نوما هنيئا وهادئا، فأنا حارسك الليلة، سأقف أمام باب غرفتك، وإذا احتجت شيئا فاطلبني وسأكون بين يديك وعلى الفور، فأنا خادمك المخلص. وبسبب الإرهاق الناتج عن جلوسه طوال النهار على الشجرة ثم رحلته الجوية على ظهر النسر، ما إن وضع سليم نفسه على السرير حتى غطى في سبة عميق. ففي الصباح زقزقت العصافير وغردت البلابل وتنفس الصبح. نهض سليم من نومه العميق، فتح عينيه وأدار رأسه يمينا ويسارا، رفع الغطاء الناعم عن جسده وجلس. كانت غرفته مليئة بأريج الأزهار والورود. نظر إلى جدول الماء الذي كان يجري من تحته، ثم تذكر حينها أنه في الغابة المسحورة، فنادى على سلطان. أقبل سلطان على الفور وحياه بتحية الصباح وقال له: يا صاحبي، أرغب في حمام. فقاده سلطان إلى الحمام، حيث اغتسل سليم ولبس ثيابا مزينة بالذهب، فتذكر فجأة أنه جاء هنا ليبحث عن والده، فطلب الإفطار. وعندما قدمت له المائدة قدم له سلطان كأسا من العسل الأحمر قائلا: اشرب من هذا العسل الطيب، لا أظن أنك شربت منه في سنواتك الخالية. فتناوله سليم وقربه من فمه، ثم حدق النظر في عيني سلطان، ولكنه سرعان ما أنزله عن فمه وقال: لا أحبه، هات غيره. لقد تذكر نصيحة الحمامة: احذر أن تشرب العسل الأحمر، فهو السم الناقع. بدأ سلطان يحاول إقناع سليم بحسنة العسل،
ولذته وحلاوته، وأنه يزيد الجسد صحة ونظرة وشبابا. إلا أن سليم أصر على الرهط وأكل من الأصناف الأخرى. بعد أن حمد الله على الطعام والشراب، سمع سلطان يقول: يا سليم، ألا تريد أن تتفرج وتشاهد الغابة في هذا النهار الجميل وتتمتع بالأشجار والأزهار والوحوش؟ ففيها من جميع أنواع العصافير والببغاوات والحمام بأزهى الألوان، وهنا الطواويس والغربان والصقور والعقبان والنسانيس. ما أجمل حدائق الأزهار، الفل والياسمين والورود البيضاء والزرقاء والحمراء والنرجس والسوسن وشقائق النعمان. دعني أريك هذه الأشياء حتى عندما تعود ستحكي لوالدتك المسكينة وتروي لها عن كل هذه الأشياء الجميلة، تروي لها عن الفهود والنمور والظباء. أم أذهب بك إلى البحيرة لترى الأسماك ذات الصور المختلفة؟ تكلم الفتى قائلا: يا سلطان، لم آتي إلى الغابة المسحورة لأشاهد هذه الأشياء الحسنة كما تقول وهذا الجمال، جئت لحاجة مهمة وهي أن أرى أبي فقط. أريد أن أعرف مصير أبي، هل سمعتني يا خادم الأمين؟ فرد سلطان: معك حق، اتبعني حتى أدلك على أبيك يا سيدي الشجاع. مشى سلطان وخلفه مشى سليم، ولما اجتازوا 100 أمتار التفت سلطان لسليم وقال: سنذهب إلى قصر ملك الغابة، فهو الذي سيرشدك ويدلك على مكان أبيك. وبينما هما سائران مر من حديقة مليئة بالورود ذات الأشكال والألوان والروائح، فقطف سلطان وردة زرقاء من حوض الورد الأزرق وقال ببساطة وطيبة: سليم، انظر إلى هذه الوردة الجميلة، أمسك بها واستنشق ريحها. آه، ما أحسنه وألذه. رسم سليم ابتسامة على وجهه وأخذ الوردة وقال: آه يا سيدي، لقد أوصاني العصفور الأزرق ألا أشم من الورد الأزرق، فلن أشمها أبدا، هل تسمع؟ وألقى بها بعيدا. توقف سلطان عن المشي وقال: إنك فتى فطن وصبور، أتريد الوصول إلى أبيك؟ تعال هنا، اسمع حكاية والدك، تعال نجلس تحت هذه الشجرة، إنها زيتونة مباركة. فلما جلس بجوارها قال سلطان: سليم، انظر إلى هذا الدرج المرتفع أمامنا. فقال سليم: نعم. أجاب سلطان: على رأسه مدخل قصر ملك الغابة، وهو ساحر هذه الغابة، انظر إلى الباب جيدا، هناك على مدخله فأران كبيران، هل رأيتهما؟ فأشار سليم برأسه: نعم. فقال سلطان متبعا: عليك أن تنظر وتراقب حتى ينصرف الفأران ويحذر الغربان، أحدهما أسود والآخر أبيض، لا تنسى ذلك، فإذا حضرا فاصعد الدرج ولا تكلمهما بكلمة واحدة، فإن سألك شيئا فقل سلطان فقط، وادخل ولا تخف، امشي 50 خطوة للأمام فسيقابلك باب ضخم، اطرقه 3 مرات لا تزيد ولا تقل، فسيطل عليك أحد الحرس، إن وجدت في الحراسة الحمامة الحمراء التي رأيتها على الجوزة فاستأذن بالدخول، أما إن كان الغراب أو النسر فلا تدخل يا صاحبي، وإن شجعك على الدخول فلا تفعل، لأن سيد الغابة يكون مستيقظا، أما إن كانت الحمامة أو العصفور الأزرق فيكون سيد الغابة نائما، فيمكنك حينها الدخول بلا خوف،
عندما تدخل من الباب قل لها ما كلمة السر لدخول قصر السلطان ملك الغابة. ستعطيك كلمة السر فاحفظها جيدا. وعندما تصبح داخل القصر سوف ترى حشرات وأفاعي وعقارب ونمل وعناكب لم ترى لها مثيل، فهي بإعداد هائلة لا ترتعد منها. ابقى ماشيا ولا تتكلم مع أحد حتى يعترضك طير أو وحش. الزم الصمت وابحث عن غرفة ملك الغابة، ولسوف تجد على بابها أسدين هائلين مرعبين. قل لهما كلمة السر فقط، ولا تتحدث معهما ولا تسمع لهما. فعندما يفتحان الباب ادخل، ستجد ملك الغابة نائما. انزع عن رأسه الريشة الحمراء وعلقها في الباب، انزعها بسرعة ولا تعدها له، فسوف يستيقظ ويصرخ فيك فلا تخف. فإذا قال لك أعطني ريشتي وأعطيك ما تشاء لا تطع، أطلب منه فقط أن يترك سريره وأن يذهب ليأخذ الريشة بنفسه. فإذا فعل ذلك فارفع وسادته بسرعة، ستجد تحتها صندوقا أخضر صغير، اختفه بسرعة قبل أن يضع الريشة على رأسه. افتحه وسترى فيها عصفورا صغيرا، اقبض عليه جيدا، فهذه هي روح ملك الغابة. اطلب منه حينئذ أن يعيد أباك والناس الذين سحرهم إلى ما كانوا عليه. فإذا فعل فاقتل العصفور فورا وابحث عن أبيك بين الخلق، لن تجدني بالطبع بعد ذلك، فها أنا قد كشفت لك السر. لا تنسى كل ما حدثتك به يا سليم، انقذ هؤلاء الناس اليوم برقبتك. كثير من الناس وصلوا إلى هنا ولكنهم فشلوا، فمنهم من أكل من التفاح، ومنهم من شرب العسل الأحمر، ومنهم من شم الورد الأزرق، ومنهم من دخل والفأر على الباب، ومنهم من اجتاز ذلك ونسي كلمة السر عندما رأى السباع، ومنهم من ضعف في غرفة الساحر ملك الغابة. فقال سليم بكل ثقة وقوة، إن شاء الله تعالى سأنتصر على هذا الساحر. قل لي كيف سقط أبي في فخ الساحر، وكيف أتى إلى هذا المكان؟ فقال سلطان، سأرويها لك لتزداد قوة وحماسة يا سيد الشجاع. كان أبوك قد جلس كما ذكر لك الحطاب تحت شجرة الجوز العملاق ليستريح ويشرب قليلا من الماء، فكلمته الشجرة كما فعلت معك، فراح يتبع تعاليمها وصعد لأعلى الشجرة، فمر عليه الغراب والعصفور والحمامة ثم النسر حتى وصلني كما وصلت أنت، ثم أكل وشرب ونام. كان مما أكل التفاح المسحور، فأخبر هذا التفاح الساحر بدخوله للغابة، فحضر جنود ملك الغابة أثناء نومه وأخذوه للساحر، وهنالك سحره الساحر. قد يكون أفعى أو عقربا أو ضفدعا لا أدري. عندما يسقط المغامر أو زائر الغابة لا نعلم إلى ما يحوله الساحر. فوداعا يا سليم، انتبه حتى تأتي الغربان، أحدها أبيض والآخر أسود. وداعا يا صاحبي. ابتعد الطائر سلطان وترك سليم لقدره. تابع الفتى التحديق والنظر إلى أعلى الدرج، فعند الظهيرة انصرف الفأران الكبيران وحل مكانهما غرابان أبيضان. فقضى سليم ليلته تحت شجرة الزيتون، وقد أحس بالجوع فصبر عليه حتى أصبح الصباح. ولما نظر أعلى الدرج رأى الفأرين قد عادا من جديد، فبحث في البستان عن الطعام فوجد ألوانا من الفواكه فأكل منها حتى سد جوعه، وعاد إلى الزيتون يراقب الباب. عند الظهيرة
حضر غرابان أحدهما أبيض والآخر أسود، ففرح الفتى واستعد للمعركة الحاسمة، فصعد الدرج رويدا رويدا. عندما شاهده الغربان صاح به ونهره عن الدخول، لكنه هتف: سلطان. ثم دخل وتبع مسيره مشيا على ممر من الرخام الثمين المحلى بنصوب الشجرة والطير والزهر، حتى وصل إلى باب ضخم والذي كان قد ذكره له سلطان. طرقه 3 مرات فطل عليه غراب فلم يكلمه. أغلق الغراب الباب، صبر الفتى ساعة ثم طرقه 3، فأطل عليه النسر فلم يكلمه. فقال النسر: أهلا بسليم، أتذكر عندما التقينا عند شجرة الجوز؟ يا مرحبا بك، وصلت إلى هنا، أتحب أن تدخل؟ ادخل ولا تتردد. ماذا حدث معك؟ هل رأيت أباك؟ أنت فتى لا يحب الكلام، حسنا. وأغلق الباب بغضب. صبر سليم ساعة أخرى وطرق الباب 3، ففتح له العصفور الأزرق، فدخل مسرعا وهو يقول: ما كلمة السر يا عصفور الجميل لدخول حجرة ملك الغابة؟ همس العصفور الأزرق قائلا: القمر يا قمر. حفظها سليم وتقدم إلى حجرات القصر يبحث عن الأسدين. فأثناء بحثه شاهد الأفاعي والعقارب والعناكب، فقال في نفسه: هؤلاء كلهم أناس مسحورون، سحرهم الساحر اللعين، لا لشيء إلا لحبه الظلم والعدوان ولغروره وتكبره، فإنه يسحرهم حشرات وثعابين لا لشيء إلا لحقده على البشر والخير، فمن هو يا ترى أبي بينهم؟ سلم عليه عصفور فلم يرد، وطردته حية فلم يكلمها. تابع سيره ووقف على رأسه صقر فلم يشفل منه. قفزت أمامه ضفدعة فتجنبها وظل يسير ويبتعد عما يقع في طريقه. لم يشفل بصراخ تلك المخلوقات، وصعد إلى الدور الثاني يبحث عن حجرة ملك الغابة، فوجد الأسدين بهيئتهما المرعبة يربضان أمام إحدى الحجرات، فزمجرا عليه فلم يخف منهما وذكر لهما كلمة السر: القمر يا قمر. صمتا لحظات عصيبة، ثم قال أحدهما: ماذا تطلب من الملك الساحر؟ نحن في خدمتك، هل نقذه لك؟ كيف وصلت هنا أيها الإنسان؟ لزم سليم الصمت وفتح له الباب، فدخل سليم الغرفة فإذا هي غرفة واسعة عالية السقف، ينام فيها أحد أركانها ملك الغابة على سرير من الذهب والياقوت، ويتضفر بفراش من الديباج والحرير المشي بالخيوط الذهبية، وشخيره يملأ الغرفة رعبا. أسرع الفتى الشجاع نحو سرير ملك الغابة، وشاهد رأسه الكبير وقد غرست فيه ريشة حمراء، فنزعها بقوة وعجلة وجرى نحو الباب وعلقها فيه. أثناء ذلك سمع صراخا مرعبا جلجل في المكان، وصياحا يقذف الرعب في قلوب الرجال، وسمجرة شديدة من الأسود وهي تحاول فتح الباب. اعتدل الرجل الوحش جالسا على سريره، ووجهه على هيئة وجه بومة مخيفة، وعيناه كالجمر تقذحان نارا وهو يصيح: ريشتي، أريد ريشتي، من أنت؟ ماذا تفعل أيها الغلام في حجرتي؟ بل كيف دخلت إلى هنا؟ نجوت من كل الأسحار والعقبات التي وضعتها في الطريق، ويحك، ماذا تريد مني؟ أعطيني ريشتي وخذ ما شئت من أموال وأشياء.
فقال سليم: خذها يا سيد الملك، إنها معلقة بالباب، لا أستطيع مسها، لقد ألمتني عندما نزعتها من رأسك الكبير. فصاح الرجل: يا غلام، إني متعب ضعيف سقيم، هاتها سأعطيك الدنيا. فقال: لا أستطيع لمسها مرة ثانية. وتحول الرجل إلى بومة كاملة وطار إليها. فقفز سليم بسرعة إلى مخدة الساحر، ومن تحت الوسادة أخرج الصندوق الأخضر، فتحه وقبض على العصفور الذي بداخله وهو يقول بصرمة وتحدي: الآن سيطرت عليك أيها الساحر، أين أبي محمود؟ ولما غرز الرجل الريشة في رأسه كان سليم يقبض على روحه، فارتجف الساحر وقال بصوت ناعم: يا بني، أتريد أباك؟ فقال: أجل، وليس أبي وحده، أريدك أن تعيد كل هؤلاء المسحورين إلى هيئتهم الحقيقية. فقال الرجل البوم: وإن فعلت أتعيد إلي روحي؟ فقال سليم: أفعل. فقال الرجل: أعدك أن أعيدهم لحياتهم الطبيعية، إن أعطيتني روحي لن أغدر بك. فقال سليم متحديا: لا أثق بك وبكلامك، فأنت ساحر ماكر ظالم، عندما أرى الناس قد رجعوا لصورهم الحقيقية أرد لك روحك. فقال: أخشى غدرك ومكرك. وقال سليم: وأنا أيضا أخشى غدرك. وضغط على عنق الطير قليلا فصاح الساحر: قتلتني، ويحك لا تضغط. قال سليم: نفذ الأمر إذن، عندما أرى الناس أدفع إليك روحك الخبيثة. فقال الساحر: وإن لم أفعل؟ فضغط سليم على عنقه مرة أخرى فصاح البوم: إنك تؤلمني وتقتلني، لا تضغط على روحي أكثر، اسمعني جيدا، أرد لك أباك وأعطيك هذه الغابة المسحورة، وأعطيك من الذهب ما يغنيك الدهر كله. فضغط سليم بشدة أكثر وازدادت حجرشة البوم وقال: ارحمني يا فتى، ارحم واعف عني. ابتسم سليم وهو يرى اهتزاز الساحر وارتجافه وقال له: ولكنك لم تعف عن هؤلاء المساكين الذين زلت بهم أقدامهم ودخلوا غابتك، لم تغفر لهم، هيا أرجعهم إلى صورهم التي خلقهم الله عليها. حام البوم عدة مرات ثم وقف وقال: سليم، أرد لك أباك، أطعني ولو مرة واحدة. فصاح سليم: أيها البوم الوحش، إنك تماطل وقد نفذ أمري. فرد البوم مظهرا عدم المبالاة: اقتلني، أنت بحاجة إلي ولن أطيعك، أموت ولن تفك سحر هؤلاء، وسيبقى أبوك مسحورا. أجابه سليم: الله الذي ساعدني على الانتصار عليك سوف يساعدني على فك هؤلاء أيها الظالم الخبيث. فعاد البوم مساوما وقال: ألا تغدر بي؟ عاهدني ألا تقتلني إذا رددتهم إلى حالتهم السابقة. أجاب سليم: أعاهدك على ذلك. فقال البوم مستسلما: أنت عاهدتني أيها الصديق، سأردهم كما تريد، وإذا وفيت لي بالعهد سأغنيك غناء إلى أبد الآبدين. رد سليم: لقد طال الحوار بيننا، عيد الناس إلى صورهم الإنسية ودعنا نتصرف بسلام، لماذا سحرت أبي أيها الساحر؟ بل أين أبي الآن؟ قال الساحر: سحرته ذبابة كبيرة. فاقبل اعتذاري أيها الفتى، هو الذي اقتحم علي مملكتي وأكل من تفاحي الخاص.
فتح البوم الباب ثم نادى الأسد قائلا: اذهب إلى حظيرة الذباب، فهناك ذبابة صفراء، ائتني بها. رجع الأسد وعلى مقلته ذبابة صفراء، فلما دخلت الغرفة طارت على رأس سليم وهي تطن طنينا عجيبا. فقال سليم صارخا: هذا ما فعلته بأبي يا ظالم، عجل بفك سحرك. فقال البوم: أنفذ وتفي بالعهد. فقال: أنا عند عهدي. صاح البوم بغضب وهو ينتزع الريشة الحمراء عن رأسه: سأفعل، سأغامر. أخذ ينتف الريشة ريشة ريشة وهو يقول: يا أفاهي، عودي بشرا. وكلما يقطع ريشة يقول: يا عنكبوت عودي بشرا، ويا طيور عودي بشرا، ويا حشرات عودي بشرا. وحينها تحولت الدببة الصفراء إلى محمود ولد سليم. احتضن محمود ولده وهو يبكي: ولدي سليم يا حبيبي. فصاح البوم: هاتي روحي يا فتى، ها هو ذا أبوك أمامك، لم يبقى أحدا مسحور من إنس أو طير أو حيوان. فاسمع ضجيج الناس وصرخهم وفرح الطيور وزعيق الوحوش، دع لي حريتي. فقال سليم: أبي، هل أرد له روحه؟ فقال الأب: لا تفعل يا ولدي، سيغدر بنا من جبر على الغدر واللؤم أن ينصلح ويعود إنسانا سويا صالحا. فقال البوم: العهد يا سليم. فقال الوالد محذرا ولده من الضعف: لا عهد لمجرم، تخلص منه أو دعني أقتله، أنا جزاء ما فعله بي، لقد سحرني اللعين إلى ذوابة. صاح البوم: العهد يا سليم، أين قسمك؟ أين عهدك؟ صرخ محمود: من الضعف الوفاء لك بعهد، الساحر والظالم لا أمان له، هاتي يا ولدي. فتباكى البوم وهو يرى روحه تكاد تنتقل إلى والد سليم، ولكن سليم تذكر فجأة قول سلطان والذي أوصاه بقتله، فقال: لا أبي، تذكرت قول سلطان، اقتله، لن يموت إلا على يدي. فصاح البوم: ويلاه، لقد هلكت، ليتك دفعتني لأبيك لنجوت وأهلكتكم جميعا، إنك غلام ذكي وفطن، أعلم أن موتي على يديك فاقتلني الآن. فضغط الفتى على عنق الطائر الصغير ثم قطعه، فرأى سليم وأبوه أن البوم قد انقطعت من العنق. ثم خرج سليم من غرفة الساحر ووراءه والده وهو يصيح: أيها الناس، أنتم أحرار، لقد هلك الساحر، مات الساحر، مات ساحر الغابة. غردوا بالحرية أيها الطيور، افرحوا أيها الناس بالحرية، هكذا مصير الظالمين، هيا بنا نعود إلى أمي، أمي الآن. تمزق فؤادها علينا، لا نعلم ما حل بها لفراقنا. تقدم منهما جوادان وقال لهما: اركبا لنوصلكما إلى بلادكما جزاء لإنقاذكما لنا من خدمة هذا الساحر القاسي القلب. ركب سليم جوادا ووالده الجواد الآخر، وإلى بلادهما انطلقا وهما يحملان أكياس مملوءة بالذهب والجواهر والفضة مما عثروا عليه في قصر الساحر الظالم. وإلى هنا أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة، وأشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. سلام.